دمرنا 43 آلية وأجهزنا على 15 جندياً صهيونياً. الحصيلة الأسبوعية من أبو عبيدة بتشد السوشيال ميديا على تفاصيلها طول الوقت. خرج أبو عبيدة في بيان جديد لاستعراض حصيلة الاستهدافات. كانت البداية مع ثلاث دبابات مركافا في جنوب غرب غزة، بالإضافة لاستهداف ثلاث دبابات من نوع مركافا 4 وجرافة عسكرية من نوع D9 أو D9 في حي الصبرة في مدينة غزة. أما على مستوى الأفراد، تم قنص جندي في جنوب غرب مدينة غزة وقتل وإصابة مجموعة من الجنود تحصنت داخل منزل بقذيفة TBG المضادة للتحصينات، غير وقوع العشرات بين قتيل وجريح في 17 مهمة عسكرية مختلفة وتفجير مدخل نفق في عدد من جنود العدو، كما تم توجيه رشقة صاروخية مكثفة على تل أبيب ومحيطها. حصيلة أصبحت ترند في ساعات قليلة.